المفروض تعرفين يعملوا ايه يساعدوا بعض. الرجاله لو لقت يعني راجل لقى مراته متعصبه؟ المفروض ان هو يعمل ايه؟ طيب هو عامة يعني لو احنا بنقول احنا هنتعامل ازاي مع العصبية، ما انا دلوقتي لو انت داخلة عليا متعصبة فانا ممكن ارد عليكي بعصبية اكتر، خلاص بقت خناقة، مستحيل انت هتهدي، يعني مستحيل انا هبقى كده عملت حاجة احاول امتص بيها غضب، وفي نفس الوقت ممكن ارد عليكي ببرود جدا فانت تحسي ان انا بستهزأ بكلامك فتتعصبي اكتر. ده البرود ده بيبقى، بصي بالظبط، زي ما شفنا واحد برضه في تقرير يقول لك ايه، انا بسكت خالص هي بتتعصب. ما طبعا ما حضرتك طبعا هتعصب رد اكتر. معاها كده بالظبط. ويعني ادخلي كده في، يبقى في نقاش حتى يعني، لكن ان انا اقعد ازعق 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 لا واللي قدامي ده ده ساكت، حقيقي، لا. ما هو فعلا في ناس بقى بتتهز تقول لك انا ما ردتش خالص، ما انت ما ردتش خالص هي هتتعصب زياده، ايوه. فاحنا بنقول خير الامور الوسط. فهي النهارده مثلا في حاجه معصباها لازم تبتدي تشوف ايه اللي معصبها، ولازم تبقى عامل حسابك هو العصبيه عباره عن ايه؟ عباره عن طاقه سلبيه، الست المتعصبه دي هي واخده كميه طاقه سلبيه رهيبه، واخدها بقى من الشغل، واخدها من الولاد، واخدها من المسؤوليات، من المصاريف، من انه موضوع الشوز، يعني اي حاجه خدتها. ما بس هي يبقاش في الست برضه الحقيقه قاعدة منظفة وكنسة ومسحة، وبعدين هو يجي يروح داخل بالظبط، ما هي مبهدلها، لا عندها يعني ما طاقه صحش كده سلبيه برضه، متخزنه، فبالتالي هو بيجي على حاجه وبيفتكر ان هي بس اتعصبت على الموضوع ده. وبيبقى فاكر لا ان هي حاجة صغيرة قد كده، بالظبط لا هي بتبقى حاجة بالظبط. كبيرة يعني. ما يعني لما الواحد، وبعدين لا وعايزه اقول لك حتى لو حاجه صغيره هي اللي جواها اللي مضايقها حاجات كبيره، بس بتطلع ممكن في حاجه صغيره. وخليني اقول لك ان برضو الستات بجد، عشان في كتير من الرجاله والله ما يعرفوا الموضوع ده وبيفتكروا ان الست بتتدلع. الست في فتره معينه او فتره زمنيه من الشهر بتبقى هرموناتها متلخبطه بجد، الوقت ده لازم انتوا كرجاله تحتووا الموضوع ده. الهرمونات متلخبطه، بتبقى هي عصبيه، بتبقى النقطة دي مهمة صح. جدا اصل في جدا. رجاله يقول لك يا عم دي بتتدلع، يا لا عم يا أنا ايه عايزة أقول يعني. لك إن المفروض هو كمان بيبقى عارف بالظبط إمتى، ويبقى عامل حسابه إن قبل الوقت ده أنا عارف إن اثناء هرموناتها الدوره مش الشهريه طبعا مظبوطة. يعني، احنا أه بنتكلم على الورقه بالظبط، وايد ده. ولازم أبقى عارف إن هي فعلا ممكن تتعصب على أي حاجة، ممكن يبقى خلقها ضيق، دي حاجة مهمة جدا، بس هي فعلا الناس ما بتبقاش حاطاها.